الأردن في مثل هذا اليوم 26 من كانون الأول. نقرأ في صفحات تاريخ الأردن أنه في مثل هذا اليوم 26 من شهر كانون الأول من عام 1920 أجاب السير هاربر سموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين على برقية اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني موافقا على المقترحات المقدمة منه بخصوص وضع الأردن في دائرة الانتداب البريطاني، ولكن مع تحفظه على إنشاء حكومة في الأردن. وهنا يقول السير سموئيل: وفي هذا المجال لا أشك أنه لن يغيب عن خاطركم احتمال قيام هياجٍ سياسي في شرقي الأردن بإيحاء من الحجاز على مثال حركة الأمير عبد الله. شهد الأردن في مثل هذا اليوم 26 من كانون الأول من عام 1951 ميلادي إعلان تأسيس شركة مصانع الأسمنت الأردنية كشركة مساهمة ذات امتياز برأس مال مقداره 1,000,000 دينار أردني، وكانت نسبة مساهمة الحكومة فيها 49.5%، والباقي للمساهمين. يستذكر الأردنيون أنه في مثل هذا اليوم 26 من كانون الأول من عام 1956 تم قبول الأردن كعضو في منظمة العمل الدولية بعد أن كان تم قبوله عضواً كاملاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويكتب الأردن بذهب الكرامة بالعز بالشهامة تاريخاً كبيراً يكتب.